دوري القسم الثاني 14 سبتمبر أو إجراء قرعة دوري القسم الثاني 14 سبتمبر بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء قرعة دوري القسم الثاني يوم 14 سبتمبر من الشهر الجاري تحت إشراف أستاذ عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المسابقات، بحضور مجد الشيخ رئيس لجنة المسابقات القسم الثاني وخالد كامل مدير إدارة المسابقات ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة. مفيش اسم تاني عايزين تحطوه على حاجة؟ ماشي.